ونرحب ايضا بمعالي الوزير اللبناني السابق الدكتور عبد الرحمن مراد رئيس الجامعه اللبنانيه الدوليه. أيها السيدات والسادة، تحية لكم ونحن نحتفل بحضراتكم بمناسبة تخريج الدفعة الثالثة لواحدة من أهم المنابر العلمية والمعرفية في سوريا، والتي تشكل ركيزة علمية تسهم في بناء مستقبل هذا البلد، ألا وهي الجامعة العربية الدولية الخاصة. نبدأ فقرنا بالنشيد العربي السوري.